هلو everybody، ويلكم باك. معاكم النهارده ان شاء الله ميسيس داليا ابراهيم. هنكمل مع بعض منهج الساينس لميدل 2 سكند ترم. ليتس ستارت اور ليسون توداي. تايتل اوف اور ليسون توداي از، هناخد يونت 2 ليسون 3، هناخد فيه بارت 2. بارت 2 اللي هو بيتكلم على التايتل بتاعه ريفراكشن اوف لايت. احنا اخدنا في البارت 1 reflection of light، النهاردة هنتكلم على refraction of light. what is meant by refraction؟ اول حاجة هنشوف الobjectives بتاعتنا. number 1، in this lesson we will study number 1، define the concept of light refraction number 2، conclude the concept of optical density of transparent medium number 3، state the law of refraction number 4، define the absolute refractive index of a transparent medium. Our lesson today, our point عندنا فيها هي light refraction. What is meant by light refraction? First, light refraction is a change of light path when it travels from transparent medium to another transparent medium of different optical density. هو المقصود باللايت ريفراكشن معناها ان اللايت بتاعنا الباس بتاعه بيكون ماشي، مفروض يمشي في ستريت لاين، هيحصل له ريفراكشن يعني كانه اتكسر بالظبط، كانه حصل له بريك داون، يعني عمل تشينج للباس بتاعه، بدل ما هو يمشي ستريت لاين كده لا هو حصل له بريك داون اتكسر، وبعد كده لما جاء يطلع من الميديم ده لميديم تاني حصل له بريك داون تاني، يبقى ان هو حصل تشينج لللايت باث، يعني الباث بتاعه اتغير. لما امتى بقى الباث بتاعه اتغير؟ لما هيعمل ترافل من ترانسبيرنت ميديوم تو انذر، يعني انا عندي هنا مثلا كان ده الاير، ادي ده ميديوم، لما جه دخل الميديوم التاني اللي هو الجلاس حصل له بريك داون، اتكسر اللايت باث بتاعنا. لما هيجي يطلع من الجلاس يطلع تاني للاير يبقى ده ميديم تاني، يبقى بيطلع من الجلاس للاير يبقى هيحصل له تاني مرة بريك داون، مش هيمشي زي ما هو ستريت لاين كده على طول وهو طالع من الجلاس للاير، يبقى بيحصل لايت ريفراكشن لما اللايت باث بتاعي بيتحرك من ميديم تو انذر، سواء بقى اير تو جلاس، اير تو ووتر، ايا كان نوع الميديم، المهم ان هو بيتحرك من medium to another. rare reflection، reflection كان بيحصل في rebound لللايت ray جوه نفس الميديم، يعني كان في الاير مثلا كان بيعمل falling على reflecting surface فيحصل له rebound او return back على ايه، على نفس الميديم. تاني حاجة عندنا الأوبتيكال دانستي بتاعة الميديم. يعني إيه أصلا الأوبتيكال دانستي بتاعة الميديم؟ هي المقصود بيها الأبيليتي بتاعة الترانسبيرنت ميديم تو ريفراكت لايت. يعني إيه ترانسبيرنت ميديم؟ ترانسبيرنت ميديم ده الميديم اللي بيعمل allow لللايت تو باس ثرو، زي بالظبط الجلاس كده بيسمح لللايت إن هو يمشي فيه. الأبيليتي هي قدرته على الترانسبيرنت ميديم ده ان هو يعمل ريفراكت لللايت، قدرته ان هو يعمل بريك داون لللايت باث. ادي اللايت بتاعي عمل فولينج اهو، كان ماشي في ميديوم 1 اللي هو الاير، هيحصل له ايه؟ هيحصل له ريفراكت. ليه حصل له ريفراكت؟ لان هو تحرك جوه الووتر، يبقى هو كان بيمشي في ميديوم 1 اللي هو الاير، لما جه يمشي جوه الووتر بيحصل له ريفراكت. يبقى الاوبتيكال دنسي الابيليتي بتاعه الترانسبيرنت ميديوم اللي هو الووتر ان هو يعمل ريفراكت لللايت، ان هو عمل بريك داون لللايت باس بتاعي. نوتس مهمه جدا، ايه النوتس اللي عندنا؟ ان كل ميديوم هاز اتس اون اوبتيكال دنسي، كل ميديوم عنده الاوبتيكال دنسي بتاعه المختلف، يعني الاوبتيكال دنسي بتاع الاير غير الاوبتيكال دنسي بتاع الووتر. يعني مثلا عندنا اللايت بتاعنا اللايت ري عمل فولينج كده، لما عمل فولينج جه اتنقل من الاير للووتر، فمفترض ان هو يمشي في ستريت لاين زي ما هو معمول الداش لاين كده، لا هو هيمشي في باث تاني مختلف، ان حصل له بريك داون هيمشي في الاتجاه بتاع البي.
يبقى ايه اللي حصل له ده؟ عشان هو اتنقل من الاير للووتر، فكل ميديم من دول ليه اوبتيكال دنسيتي، فعشان كده هيحصل ريفراكت لللايت ري، يحصل له بريك داون، اتكسر، ما مشاش زي ما هو مفترض ان هو يمشي في ستريت لاين على طول من غير ما يحصل تشينج للباس بتاعه. Give reason الاوبتيكال دنسيتي اوف ا ميديم differs from one medium to another. طب ليه الاوبتيكال دنسيتي بيختلف من medium to another؟ The answer will be due to the change in light velocity. عشان الفيلوسيتي بتاعت اللايت بتختلف through such medium. يبقى ليه؟ عشان الفيلوسيتي بتاعت اللايت بتختلف من medium to another. احنا متفقين ان اللايت بتاعنا ليه الفيلوسيتي بتاعته اللي هي 3 تايمز 10 باور 8، لكن الفيلوسيتي بتاعته دي بتختلف من الميديوم تو انذر، عشان كده بيحصل في اختلاف في الاوبتيكال دنسيتي بتاعته، فعشان كده هيحصل ريفراكت لللايت ري. نوتس عندنا مهمه ثانيه برضو، as optical density of medium increase، كل ما الاوبتيكال دنسيتي بتاع الميديوم ده بيحصل له انكريز، السبيد بتاع اللايت ثرو ايت ديكريز. يعني كل ما الاوبتيكال دنسيتي اللي هي الابيليتي بتاعه الميديوم انها تعمل ريفراكت لللايت ري كل ما بيحصل لها انكريز، كل ما الفيلوسيتي بتاعته بتاعه اللايت ري بيحصل لها ديكريز. يعني ايه؟ يعني مثلا انا اتنقلت هنا من الاير لميديوم 1، الاير ده يبقى معناها كده انه حصل له هنا الاوبتيكال دنسيتي بتاعته بيحصل فيها انكريز، يبقى ساعتها بيكون ان حصل عنده ديكريز للفيلوسيتي بتاعته، سرعته مش قادره تمشي كويس زي ما كانت ماشيه في الاير، او العكس اند فايس فيرسا. الانجل بتاعه الانسيدنس، ايه الانجل بتاعه الانسيدنس؟ هنبص معانا كده، ادي ده اللايت ري لما بيعمل فولينج، يبقى ده اسمه انسيدنت ري. الانسيدنت ري زي ما اخدنا الديفينيشن بتاعه كده، هو الري اللي بيعمل فولينج على الميديوم. طيب لما هو عمل فولينج على الميديوم ايه اللي بيحصل بقى؟ في انجل بتكون ما بين الانسيدنت ري والنورمال لاين، اسمها ايه الانجل بتوين اللي في النص دي؟ بيكون اسمها انجل اوف انسيدنس. الانجل اوف انسيدنس هي عباره عن ايه؟ هقول كده الديفينيشن بتاعها، از انجل مالها بقى بتوين incident ray and normal line. يبقى لما اقول الديفينيشن بتاعها it is the angle between incident light ray and the normal line. ال angle of refraction، ايه ال angle بتاعه الريفراكشن؟ ادي اللايت ري هنا لما دخل في الميديوم الثاني حصل له ريفراكشن، فالانجل دي ما بين ايه؟ اللايت ري ده اللي حصل له ريفراكشن ده بيكون اسمه refracted ray. طب refracted ray ده الانجل اللي ما بينه بقى وما بين النورمال لاين دي اسمها انجل اوف ريفراكشن. يبقى الانجل اوف ريفراكشن هي عباره عن ايه؟ is the angle of refracted ray and normal line. يبقى angle of refraction it is the angle between the refracted light ray and the normal line. angle of emergence، احنا عندنا هنا ادي الانسيدنت لايت ري عدى مثلا على الميديوم التاني اللي هو الجلاس، فحصل له ريفراكشن فجاي يطلع تاني من الجلاس، بيكون في عندي لايت ري وهو طالع، اسمه ايه بقى؟ اسمه emergent ray. يبقى يعني ايه emergent ray؟ emergent ray هو ده اللايت ري اللي بيعمل باسنج، اللي بيكون get out من الترانسبيرنت ميديوم، يبقى هو طالع من الترانسبيرنت ميديا ده اسمه emergent ray. طيب الemergent ray اللي هو طالع ده ميله بقى ايه اللي حصل فيه؟ الemergent ray ده هو طالع بيكون في انجل بينه وما بين النورمال لاين اسمها angle of emergence. angle of emergence definition بتاعها هتكون الانجل between emergent ray and the normal line. يبقى هقول الديفينيشن it is the angle between the emergent light ray and the normal line. معناها كده اللي هي الانجل بتاعت اللي هو بيعمل get out، الانجل لما بيجي يطلع بره الميديوم اللي هو الترانسبيرنت ميديوم زي الجلاس مثلا. What is meant by angle of emergence in a prism is 50 degree.
The answer will be احنا هنا قلنا لما اجي اقول الانسر بتاعتي في سؤال what is meant by لما يقول لي angle of emergence يبقى هنا لازم اقول الديفينيشن بتاعها اللي هو ايه اللي هو الانجل between emergent light ray and normal line واقول له equal واكتب ال value بتاعتها يبقى the answer بتاعتي will be this means that the angle between the emergent ray and the line perpendicular to the interface of at the point of emergence is اللي هو normal line is 50 degree ممكن اقول and the line perpendicular to interface of the point of emergence ممكن اقول بدلها normal line is 50 degree the two answers will be true answers law of light refractions اللاوز بتاعت light refractions أول لو عندنا number one when a light ray travels from transparent medium of lower optical density زي مين ال lower optical density زي ال air أو ال water to another of higher optical density لحاجة تانية ال optical density بتاعتها أعلى زي ال glass it refracts near the normal line بمعنى أيدي عندي أهي ال light ray عمل falling فدي الانجل بتاعه الانسيدنس ايه اللي هيحصل بقى ادي ده الاير وادي الجلاس لما اللايت ري هيجي يعمل فولينج على الجلاس يدخل جوه الجلاس هيحصل ايه جوه الجلاس جوه الجلاس هيحصل له بريك داون لما هيحصل له بريك داون او ريفراكت هيكون الانجل بتاعه الريفراكشن هتكون اقل من الانجل بتاعه الانسيدنس يعني هيقرب اكتر للنورمال لايت يبقى في this case إن عندي الأنجل بتاعت الرفراكشن هتكون smaller than the angle of incidence ليه؟ because أو give reason عشان اللايت ري عمل transparent أو travels through medium of lower optical density زي الإير to higher optical density زي الجلاس فقلنا لما بيروح للhigher optical density الفيلوستي بتاعته بيحصل لها ديكريز فسرعته بتقل ما دام سرعته قلت يبقى هو بالتالي الانجل بتاعه الريفراكشن حت ايه هيحصل لها ديكريز نشوف سكند لو سكند لو بيقول when a light ray travels from transparent medium of higher optical density زي الجلاس to another of lower optical density زي الاير او الووتر It refracts far from the normal line. هيروح بعيد عن النورمال لاين. هنبص هنا عندي الانسيدنس الانجل بتاعت الانسيدنس اللي هو الجلاس. هاجي هنا اهو ادي دي الانجل بتاعتي. اللايت ري لما عمل فولينج لما جه يعمل ريفراكت ويطلع في الاير حصل ايه؟ بعد عن النورمال لاين. بعد عن النورمال لاين ليه؟ عشان الاوبتيكال دينستي بتاع الاير بيكون اقل من الجلاس. فبالتالي الفيلوسيتي بتاعته هيحصل لها انكريز فهيبعد عن النورمال لاين يعني الانجل بتاعه الريفراكشن في الكيس دي هتكون مور ذان ذا انجل اوف انسيدنس يبقى لما اللايت ري بيعمل ترانسفير من اللور اوبتيكال دنسيتي اللور اوبتيكال دنسيتي للهاير اوبتيكال دنسيتي بيعمل ترافل من ده لده من هاير تو لور ايه اللي بيحصل فيه ساعتها من الهاير للور ان بيكون حصل عنده ان بيحصل فيه ان الانجل بتاعه الانسيدنس بتكون اكبر من الانجل بتاعه الريفراكشن لكن في الكيس الثانيه لما بيعمل ترافل من الهاير للور اوبتيكال دنسيتي يبقى ساعتها الانجل بتاعه الانسيدنس بتكون سمولر زين للانجل بتاعه الريفراكشن ثيرد لاو when a light ray falls لما بيعمل falls perpendicular to interface between two different transparent media it passes to the other medium without any refraction لما هيعمل falling perpendicular هو بيعدي من غير ما يحصل له أي refraction خالص يبقى هيكمل ال passing بتاعته عادي يبقى امتى بيعمل لما بيعمل falling perpendicular مش بيحصل له refraction خالص ليه عشان هو عمل falling perpendicular يبقى خلينا فاكرين كويس جدا في الريفليكشن
والرفراكشن لما بيعمل فولينج بيربنديكولر بالنسبة لي في الرفلكشن الانجل بتكون بزيرو، والرفراكشن برضو الانجل بتكون بزيرو، مش هيحصل رفراكشن اصلا. Absolute refractive index of medium. What is meant by absolute of refractive index of medium؟ هي عبارة عن it's the ratio between the light velocity through air to the light velocity through another transparent medium. يبقى هي المقصود بيها ratio، يعني النسبة ما بين ايه؟ light velocity اللي speed بتاعت اللايت في الاير and the light velocity of another transparent medium. يبقى عشان احسب الـ absolute refractive index of medium ليها رول بتاعها، هقول له equal الـ velocity of light through air divided الـ velocity of light through the medium. Problem: if the velocity of light through water is 2.25 times 10 power 8 meter per second. Calculate the absolute refractive index of water. Knowing that the velocity of light through air is 3 × 10⁸ meter per second. يبقى هو هنا عايزنا نحسب الـ absolute refractive index. وهو عطانا الـ water بكام؟ الـ velocity بتاعة الـ water، وعطانا الـ velocity بتاعة الـ air. The answer will be answers absolute refractive our refraction of water equal velocity of light in air divided velocity of light in water equal الـ velocity بتاعت الـ light في الـ air كانت 3 × 10⁸ divided الـ velocity بتاعت الـ light في الـ water كانت 2.25 × 10⁸ equal 1.33. ده الـ result بتاعنا، يبقى دي ratio هتطلع 1.33، وزي ما احنا متفقين ان هي دايما لازم هتطلع more than 1. ليه more than 1؟ عشان الـ velocity بتاعت الـ light في الـ air هي دايما اعلى من الـ velocity بتاعت الـ light في اي medium تاني، فعشان كده دايما لازم هتطلع قيمتها more than 1. فانا كده هتأكد ان الـ answer بتاعي بيكون صح، انه هيطلع more than 1 result. Another type of questions عندنا write the scientific term. Number one is the ability of transparent medium to refract light. هبص هنا على كلمة ايه؟ refract. يبقى أنا بتكلم على refraction. طيب ايه المقصود تاني؟ قال لي الability بتاعة transparent medium، يعني قدرة transparent medium عشان يعمل refract لللايت. قدرته عشان يعمل refract لللايت، يبقى the answer will be optical density of the medium. يبقى ما يقول لي الابيليتي بتاعت الترانسبيرنت ميديوم، لازم الانسر بتاعتي تكون اوبتيكال دنسيتي اوف ذا ميديوم. رايت ذا ساينتفك تيرم. كويتشن نمبر 2 از ذا انجل بتوين انسيدنت لايت ري اند ذا نورمال لاين. هو هنا عايز الانجل. طيب هشوف هنا ايه اللايت ري اللي بيتكلم عنه. النورمال لاين ده ثابت معانا خلاص، فانا هشوف هنا قال لي انسيدنت لايت ري، يبقى انا عارف الانسر بتاعتي ما دام انسيدنت لايت ري يبقى الانجل اللي جنب منه على طول اللي هي الانسيدنس انجل او الانجل اوف انسيدنس. يبقى ذا انسر ويل بي انجل اوف انسيدنس. رايت ذا ساينتفك تيرم. نمبر 3 از ذا انجل بتوين ريفراكتد لايت ري اند ذا نورمال لاين. نورمال لاين اهو ثابت معانا. طب هنا بتكلم على الرفراكتد لايت ري. الرفراكتد لايت ري يبقى انا هشوف ايه الانجل اللي بتكون جنب منه. برافو، الانجل اوف ريفراكشن. يبقى ذا انسر ويل بي انجل اوف ريفراكشن. رايت ذا ساينتفك تيرم. كويتشن نمبر 4 از ذا انجل بتوين ايمرجنت لايت ري اند ذا نورمال لاين. يبقى انا عندي النورمال لاين موجود عادي، الامرجنت لايت ري يبقى افتكر كده الانجل اللي جنب منه يبقى اسمها ايه؟ برافو، انجل اوف امرجنس. برافو، انجل اوف امرجنس. Another type of questions complete the following. Number 1، when a light ray لما light ray travels from transparent medium of lower optical density. يبقى لازم اخلي بالي هنا ان هو lower optical density اللي هو زي الـ air أو الـ water.
to another of higher optical density زي مين؟ زي الجلاس. It refracts the normal line. إيه اللي هيحصل له؟ هيعمل refract فين؟ من النورمال لاين. The answer will be near the normal line. يبقى هو لما هيعمل travel من lower optical density ل higher optical density يبقى لازم يعمل refract near لل normal line. Number two, when a light ray travels from transparent medium of higher optical density زي مين؟ زي الجلاس to another of lower optical density زي الـ air والwater هيعمل refract ايه للـ normal line؟ Bravo, the answer will be far from the normal line. هيكون بعيد عن النورمال line. Number 3. Complete the following. Number 3. When a light ray falls perpendicular to the interface between two different transparent media, it passes to the another medium. هو هيعدي another medium. هيعدي ازاي بقى؟ خلي بالي هنا قال لي عمل false perpendicular على two medium، ما قاليش perpendicular على one medium زي ما بيحصل refract لللايت. هنا عندي two different transparent medium يبقى انا بتكلم على الرفراكت، لكن لو هو عمل falling perpendicular على one medium يبقى انا بتكلم على reflection. يبقى هنا عندي بتكلم على refraction. يبقى the answer will be without any refraction. يبقى هنا هيعمل passes من غير ما يكون حصل له أي refraction خالص موجود عنده. بشكركم جدا وبتمنى لكم التوفيق دوما، وكان معاكم النهاردة Mrs. داليا إبراهيم.